بسم الله. طبعا النهاردة عندنا تفسير سورة الإخلاص وسورة الفلق. هنبدأ بسورة الفلق عشان احنا جايين من الناس. أول كلمة عندنا اللي هي apparent. apparent يعني ايه apparent؟ خلافاً لي باين وبعيداً عنه. قصدك apart from مثلا؟ لا، دي apparent معناها ظاهر أو واضح. أمال مثلا دلوقتي الخطة بتاعته أصبحت واضحة، أو الحلم بتاعه أصبح واضح، أو الفكر بتاعه بقى واضح. أقول مثلا his plan has now become أصبحت إيه apparent، يعني خطته أو إيه أو فكره أصبح الآن إيه واضحا. في كلمة بتبقى مشتقة منها اسمها apparently. apparently معناها إيه؟ على ما يبدو. مثلا مثلا أستاذ كذا ما حضرش النهاردة ليه؟ هنقول he is apparently sick، يعني هو على ما يبدو إيه؟ مريض. مريض. في كلمة apparently ممكن معناها، لو apparent لوحدها معناها واضح، أو apparently معناها على ما يبدو، أو زي ما الناس بتقول يعني على ما يقال. apparently معناها ايه مثلا؟ apparently معناها على ما يبدو، ولا أو كما هو واضح، أو الأولانية noun والثانية لا adjective صح؟ أو الأولانية adjective والثانية adverb. أدفر نعم، يبقى apparently على ما يبدو. apparent معناها إيه؟ واضح. ممكن حد يديني مثال على apparently تاني؟ apparently it gonna rain today. It's gonna rain today. ممتاز، يبقى apparently Right. it's gonna rain today. ممتاز. أو مثلا أول ما دخلت المحاضرة أنا النهاردة بقول apparently there is no one، يعني على ما يبدو كده مفيش حد حاضر. طيب الكلمة اللي بعد كده، طبعا هارم، عارفين هارم يعني ايه؟ ألم أو مؤلم أو مؤذي. أذى أو ضرر. نعم، أذى أو ضرر أو يؤذي أو يضر. طيب عايزين مثال عليها. Your deeds harm me, مثلا. Your إيه؟ Deeds harm me. Your deeds harm me، أفعالك. خلي بالك اديني مثلا. deeds هي صح بس قديمة قوي، يعني ما بقتش تتقال. اللي مكانها دلوقتي بتقال على acts Your acts. أو actions. تمام، your acts أو actions، وdeeds طبعا صح، بس هي يعني إيه زي ما قلت أدبية شوية أو قديمة شوية. طيب أقول لك مثلا If you you said أنت قلت your deeds or your acts harm me، مش تؤذيني. ممكن harm is forbidden in Islam. نعم، harm is forbidden in Islam. الإيه؟ الأذى أو الضرر forbidden، محرم في الإسلام، is forbidden in إسلام. ممتاز، جزاكم الله خير. ممكن مثلا أقول unbelievers harmed our prophet peace upon him more يعني. disbelievers harmed or أو caused harm. هي unbelievers ولا disbelievers؟ disbelievers. طب unbelievers زي مثلا غلط يعني؟ أنت عايزة تقولي إيه؟ مش عايزة تقولي اللي هو كافر أو كده؟ الكفار نعم، والله هي بتتقال يعني هي تنفع تمشي، بس هي بتتقال أكتر disbelievers، يعني شكرا. أنا شفت unbelief، يعني unbelief اللي هو الكفر.
أما unbeliever يعني مش مستخدمة كتير يعني. مش شكرا لك. ممكن نقول unbelievable و unbeliever برضو تمشي، بس احنا بنقولها أكتر disbelievers، لأن unbeliever بتوحي بإيه؟ unbeliever اللي هو عدم المؤمن. يعني ايه هي جاي عدم ايه؟ عدم المؤمن اللي هو لا غير مؤمن. اما disbeliever يعني ايه؟ عارفه اللي هو ال unbeliever، يعني هما الاثنين نفس المعنى عشان ما فتيش، بس ال unbeliever اصلا او اكتر بتدي ايه معنى اللي هو مش واحد اتعرض عليه الايمان وكفر بيه، لا ده disbeliever اللي هو اتعرض عليه وكفر بيه. اما unbeliever هو مش مؤمن. واضحة ولا مش واضحة قوي؟ لا واضحة، هي الأكثر شيوعا بقى تبقى disbeliever. disbeliever، disbeliever اللي هو منكر، كافر منكر. نعم. طبعا كلمة harm هي بتمشي كفعل، تمام، بس الأفضل إن احنا يعني بنقول caused harm. caused harm يعني سبب أذى، يعني هو ممكن يستخدمها harm كفعل، بس الأكتر استخدام نقول إيه caused harm، يعني سببه الإيه الأذى. طيب مضر يعني harmful. harmful، harmful هو إيه مؤذي. الكلمة اللي بعد كده طبعا كلمة مش مستخدمة كتير، بس يعني باندت. يعني ايه باندت؟ باند يعني منع يحرك منع برضو يعني، هي يحرم بس هي يعني يجرم، هي يجرم يحرم بمعنى الجرم يعني. طب لها معنى تاني؟ يعني مثلا لما جم، لا يعني مثلا لما اقول مثلا البلد الكذا عطت قانون، ما ينفعش اقول يعني هقول باند، مش هقول انت قصدك على مش دي، انت قصدك على كلمة بان اللي بنزود لها ان اي دي. لا دي حاجة ودي حاجة. دي غير دي. ده اسم اصلا باندت. باندت معناها لص او قاطع طريق، تمام. عايزين مثال عليها؟ غالبا دي بتبقى في طرق سفر، يعني ما بين بلد لبلد، وغالبا مش موجودة قوي دلوقتي يعني. فندي مثال عليها. كان في عالم كده كبير كان شغال الأول قطع طريقه وبعدين تاب إلى الله، مش فاكره اسمه، فضاي الفضيل بن عياض. أيوه الفضيل was in his early life، in his Yeah, was early an life. aggressive. نعم Yes, was an aggressive bandit in his early life or before repentance. نعم ممتاز. يبقى الفضيل بن عياض was a bandit in his early life، then he became one of the best successors. You know our successors هو زي التابعين يعني. جميل. هقول مثلا they prevented the attacks of bandits، لما ايه منعوا الحملات الهجومية اللي بيقوم بها الايه قطاع الطرق يعني. نعم طبعا المثال اللي قلتيه افضل. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة صعبة شوية. سورسيسر، سورسيسر او سورسيسز يعني ايه بقى؟ سورسيسر بالاو ار، سورسيسر او سورسيسز.
دي مذكر ومؤنث، يعني زي مثلا كلمة، يعني أقصد صفة مذكرة صفة مؤنثة، زي مثلا actor actress و actress. فهي دي ايه، successor و successes. طيب دول الأسلاف ولا إيه؟ دول ايه؟ الأسلاف؟ أسلاف الشخص يعني؟ لا التانية ancestors. انتوا ما شاء الله بتاخدوا كلمات بالشبه. طيب successor معناها مشعوذ. صعب بقى. مش عاوز، ودي مش عاوز. طيب مثال، زمان اسس سورسيسور سير سيسر. هو وي حلو، هو حلو وتمشي، بس خلي بالكم يعني حاولوا تخلوا المثال اللي هو يوضح المعنى. انا مثلا ساعات بدي مثال عشان اوضح معنى الكلمه، فانا بقول الراجل ده كان انا فهمت هو كان ايه. ممكن أقول we seek from successor and successes يعني ايه وسيك؟ seek بنطلب we seek sorry we seek refuge. oh yeah اي وي سيك ريفيوج ان الله فروم سورسيسرز. ماشي، yeah انت عارف انت اللي انت قلتها وي سيك سورسيسرز دول يعني بنستغيث بيهم. ايوه لا لا اوكي ليتس جو الله المستعان. ممكن نقول sorcerers are liars are in liars. any sentence نعم، أو ممكن أقول they thought، they thought يعني هم فكروا he is أو he was a man of God. يعني هم كانوا مفكرين إن هو شخص يعني بينهم وبين ربنا أعمار، يبقى man of God. but they found out، يعني they found out اكتشفوا اكتشفوا. نعم they found out he was a successor، ان هو كان راجل دجال او مش عارف. طيب جميل، ناخد الكلمة اللي بعد كده. كلمة blow معناها ايه؟ لو ينفخ ينفخ، يعني عايز اقول blow كده، انا I am blowing. الماضي منها ايه؟ بيلو blue، لو زي كلمة no يعرف. الماضي منها ايه؟ new. طبعا معناها ينفخ، ومعناها ايه تاني؟ لو قلت مثلا the wind blows، يعني الرياح ايه تهب. وليها معنى تانية تاني اللي هي ايه؟ لا معنى كتير، فخلينا في blow اللي هي معناها تهب ومعناها الايه ينفخ. هو تقريبا blow up يعني يتجاهل blow، ولا blow مش up يعني ايه؟ يتجاهل ولا لا مش دي يتجاهل. blow up اذا term يعني انا فاكره ان هي blow up يعني اللي هو phrase الفيرب على بعض ليه معنى بس مش فاكره ايه لا. اوكي بلو اب blow ده، up لا بلو اب ده blow لا off blow off blow off بلو اف. هي بلو اب اللي انت قلتها دي، لو واحد مثلا لابس ذخيرة او حاجة او عايز بلو اب، يعني يفجر يفجر نفسه. نعم يبلو اوف اوكي لا ولا بلو اف. اوكي في بلو اوف ماشي. طبعا قلنا معناها ايه ينفخ او ايه او إيه او تهب لو الرياح. طيب كلمة نط معناها ايه؟ عقدة عقدة. طب عايز اقول مثلا يربط عقدة، تايد طاي تاي طاي النط. وكلمة طاي النط على بعضها لها معنى تاني، ايه هو؟ يتزوج. لا يعمل يتزوج، ايه يتجوز. يتزوج والله يبقى tie the knot معناه ايه؟ get married. طيب يفك العقدة، untie. untie عكس tie. أنت طيب معناها يطلق بقى لا ما مش كده، ممكن والله، بس ما صراحة ما اعرفهاش. يعني هو معروف كمصطلح على بعضه تاي نوت او تاي ذا نوت، اللي هو ايه يتجوز. نعم لانجويج ايديا نعم
يعني كلمة jealous؟ غيرة، غيور، غيور. غيور. jealous يعني ايه غيور؟ بنقول jealous of، أو مثلا she was jealous، هي كانت غيورة of مثلا her cousin، من بنت عمتها ومن بنت خالتها. she was jealous of her cousin. طيب ال jealousy دي ممكن تبقى بالإنجليزي، ممكن تبقى حاجة كويسة، ممكن تبقى وحشة، يعني مش شرط إن هي تكون وحشة. طيب أما الحسود بقى نقول عليه إيه؟ طبعا الغيرة الأول، منهي يعني الغيرة يعني، الغيرة يعني إيه؟ جلسي جلسي jealousy. جلسي ممتاز، جيلسي. وعندنا الحسد يعني ايه؟ انفي انفي، لما شخص غيور بيقولوا عليه جرين وذ انفي، واحيانا بتيجي بمعنى الهزار. يعني مثلا اما اقول مثلا ما شاء الله you have you are good at English، I am green with envy، يعني انا بحسدك، يعني مش بتبقى حسد حسن يعني. والشخص الحسود بيتقال عليه ايه؟ envious او green with envy. خطة يعني لا، ما انت ممكن تقولي لصاحبتك انا بحسدك على اللي انت فيه ده عادي، يعني انت هي حسد، بس انت بتقولها يعني بهزار، مش انت بتحسدها، بتحسدي يعني. طيب envious يعني نعم، envious يعني حسد envious، envious يعني حسود. حسود نعم، وانفي اللي هو الحسد، وجرين وذ انفي اللي هو حسود برضه. طيب بعد كده عندنا parallel. parallel يعني parallel متوازي مع متوازي. ممتازة. مول مثلا these two lines are parallel، يعني متوازيين. parallel عشان نخليها سهل. parallel parallel تمام، parallel. أمال مثلا لو عايزين، هي لها معنى تاني اللي هو ايه؟ له شبيه او له نظير. ونظير يعني ممكن نجيب عليها مثال، زي مثلا ما نقول ايه، he is the best student، هو افضل طالب، with no parallel، with no ايه parallel بدون اللي هو نظير. بلا نظير او بلا منافس اصلا، ما فيش حد يعني، مش هو الاول وفي زيه، لا ده هو اول وما فيش اصلا مقارنه بينه من حد ثاني. with no ايه parallel. فكلمه with no، نعم with no parallel دي ممكن نختصرها اصلا وتبقى ايه؟ unparalleled. unparalleled اللي هو ايه؟ لا يقارن او ليس له ايه نظير. unparalleled، واضحه كده؟ ماشي. طب وينفع أقولها بقى على الله عز وجل؟ صحيح، أكيد. نعم. أما أقول على حاجة اسمها divine، يعني divine يقسم تاني، لا divine سماء بطلوا تشبيه يعني، أول حرفين من الكلمة وتقول. ماشي، سماوي سماوي باين إلهي. نعم، سماوي إلهي، إلهي أو يعني له علاقة بالله، متعلق بالله. أما مثلا the divine books يعني الإيه؟ الكتب الإيه؟ السماوية. نعم، أو الكتب الإلهية أو الكتب المقدسة. ماشي. طيب divinity بقى، divinity اللي هي الإيه؟ الألوهية أو القدسية. تمام، الألوهية. طيب زي إحنا خدنا كلمة deity، يعني deity المرة اللي فاتت، إلهي إله. نعم. طيب عندنا كلمة defect، يعني ايه defect؟ في حد بيتكلم؟ كلمة defect يعني ايه؟ يهزم التانية دي في defeat. defeat defect يعني عيب. اقول لك عيب مثلا، عيب نعم عيب عارفين كلمة deficiency اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت؟ deficiency أيوة عدم قوة deficiency أو اللي هو النقص أو العجز. النقص نعم، defect يعني أقول لك مثلا this phone has a lot of defects، بيه كثير من الإيه؟ من العيوب. لو قلت لك مثلا
لو انا مثلا صاحب محل تليفونات بقول لك مثلا if you find، لو انت لقيتي anything defective، اي حاجة معيوبة in this phone you can get it back to me، ممكن ايه ترجعه لي. يبقى كلمة defective اللي هو ايه، معيوب. معيوب او بيه عيوب. تمام، بديفكتيف ماشي اللي هو معيوب او بيه عيوب. طيب طبعا قلنا كلمة belong to بكده اللي معناها ايه، ينتمي ينتمي الي. ينتمي نعم. طيب الكلمة دي ناس كتيرة جدا بتنطقها غلط. الكلمة دي اسمها ايه؟ Sovereign. 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 ما sovereign أو sovereign. sovereign. نعم. sovereign معناها إيه؟ يعني إيه sovereign؟ يعني إيه sovereign؟ any idea؟ sovereign معناها ملك أو سيد، له سيادة يعني. ملك اللي هو له السيادة والسيطرة. تمام، يبقى اللي هو في إيده السيطرة، يبقى sovereign. عندنا منها كلمة sovereignty، يعني sovereignty شفت بقى كنت هيمنة. بقى. أيوة، اللي هو السيطرة أو السيادة أو الهيمنة. sovereignty يبقى اسمها إيه؟ sovereignty. sovereignty sovereignty. طيب خدنا طبعا مرة فاتت كلمة qualities، يعني qualities صفات. نعم. وعندنا برضو كلمة turn to. turn to معناها ايه؟ يعود إلى، يتجه التاني. ماشي، دي يعود إلى أو يتجه إلى. نعم. وخدنا استخدام كلمة نور المرة اللي فاتت، وقلنا إن بيجي بعدها الجملة معكوسة، يعني بقول مثلا إيه، he is not happy، او مثلا عايز اقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كان طويلا جدا ولا قصيرا جدا، اقول مثلا he's not tall او so tall ولا قصير، بل ايه nor he was much. he was not tall nor ايه بقى short nor was he. was he بنعكس الايه، بنعكس so الجمله nor was he so ايه short. ماشي، يبقى بنعكس بعدها الايه الجمله. أو مثلا إيه، he does not like apple، هو ما بيحبش التفاح، nor does he like مثلا banana، ولا بيحب الإيه الموز. بنعكس الإيه ترتيب الجملة. طيب متهيألي كده فيش. طبعا قول glorify يعني إيه، يمجد. يمجد أو يعظم. لو قلنا مثلا may Allah أو may he اللي هي تعود على الله be glorified، يعني سبحان الله. سبحانه. نعم سبحانه، نقول مثلا الله may he be glorified، يعني الله سبحانه. طيب ناخد بقى النص. بسم الله. خلصنا سورة الناس المرة اللي فاتت، النهاردة عندنا سورة الفلق. طبعا الفلق اللي هو الإيه؟ اللي هو الصبح، اللي هو the day break اللي هو الفلق. عندنا بسم الله themes of the سورة، قلنا طبعا themes معناها ايه، مواضيع الأفكار. نعم، موضوع السورة. قلنا emphasis on، يعني ايه emphasis on اللي قلنا المرة اللي فاتت، أكد على، تأكيد أكيد على على أو إعطاء أهمية خاصة لي. مية كبيرة. يبقى إعطاء أهمية خاصة لإيه؟ seeking protection اللي هو إيه؟ الالتجاء أو طلب الحماية. and refuge in Allah في الله from apparent evils، يعني from apparent evils من الله شرور، من الشرور الإيه؟ الواضحة الظاهرة. نعم، بقولنا apparent اللي هي ظاهر، وقلنا apparently معناها إيه؟ على ما يبدو. بوضوح. apparently apparently you forgot. طيب explanation اللي هو الشرح. say يعني كل،
أو messenger يا رسول أو قل يا نبي أو قل يا محمد I seek refuge in the Lord of the morning أنا أطلب الاستعاذة أو المأوى أو اللجوء إلى ربي the morning اللي هو الإيه الفلق أو الصباح and I seek his protection وأطلب منه الإيه الحماية أو أطلب حمايته منين بقى from the evils من الشرور of the harms التي تنتج عن إيه الأضرار أو الضرر أو الأذى بتاع مين of all creation من جميع الإيه من جميع المخلوقات يبقى من كل خلقه من شروري جميع خلقه تمام and I seek refuge وأستغيث وأستعيذ الله from the evils that appear in the night التي تظهر في الإيه في الليل i.e. مثلا harmful creatures يعني المخلوقات الإيه الضارة and bandits يعني bandits شعوذين لا قطاع الطرق قطاع الطرق نعم and I seek his refuge وأطلب منه العوذ from the evils of the sorceresses يعني sorceresses المشعوذات المشعوذات أو الساحرات لا هنا مؤنث ماشي بس ساحرات أو هي مشعوذات who blow يعني who blow التي تنفخ التي تنفخ نعم أو تنفخ onto a knot التي تنفخ في الإيه في العقد نعم لأن نفاثات في الإيه في العقد نفاثات في العقد and I seek his refuge وأطلب منه العوز أو الاستغاثة استغاثة from the evil من الشر of the jealous one يعني jealous one الشخص الإيه الحاسدين الحاسد نعم when he acts عندما يتصرف out of jealousy من نابع الإيه الغيرة نعم يبقى يتصرف من إيه من دافع الإيه أو يتصرف بدافع الإيه الحسد أو الغيرة تمام السورة كده فيها أي مشكلة لا تعالوا المفروض أنتوا بقى تطلعوا الفوائد من السورة وياريت لو تحضروها للمرة الجاية إن شاء الله يعني الفوائد بتاع السورة ندخل على سورة sincerity يعني sincerity الإخلاص نعم sincerity الإخلاص ومنها كلمة sincere اللي هو مخلص well this man is sincere هذا الرجل إيه مخلص خلي بالكم في الصفة بقول sincere أما في النون بقول sincere يبقى sincerity sincere ليه؟ عشان هنا في حرف إيه فخلينا ننطق الإي دي long خلينا نقول sincere أما الإي دي مش موجودة في النون فقلتها إيه sincerity sincerity اللي هي الإيه الإخلاص طيب topic of the surah اللي هو theme of the surah emphasis on affirmation قلنا affirmation مرة فاتت يعني إيه إثبات أن الله being كونه إيه unparalleled يعني unparalleled لا مثيل له لا مثيل له أو لا شبيه له in perfection and divinity في الكمال والإيه والألوهية نعم and declaration طبعا علي صوتي في الري عشان هي اللي قبل الإيه شن قلنا إن أي مقطع قبل شن هو اللي بعلي صوتي فيه declaration اللي هو إعلان of his being عن كونه free of any defects أيوه نعم اللي هو خالي إيه من أيام مبرأ بقى ومنزه عن كل إيه عن كل العيوب تمام إحنا كده في بعض الكلمات نيجي نترجمها بنحاول ما نترجمهاش حرف يعني مثلا إحنا كنا بنشرح كلمة وكنا بنشرح سورة الفاتحة قلنا they earned يعني earn يعني يكسب أو يكتسب أمول مثلا they earned ما اكتسبوا the anger of Allah غضب الله ترجمها ازاي بقى الجملة دي هو المغضوب عليه ايوه اترجم ازاي كلمة earn هنا ترجمها ازاي حصلوا على غضب ربهم يعني ينفع اقول لك اكتسب الغضب لا هي
انت لو هي ما رجعوا ترجمش بغضب حرفيا. من الله، رجعوا بغضب من الله، رجعوا، ايوه ابقوا باءوا بغضب. بغضب، باءوا بغضب احسنت من الله. احسنت، هي دي باء، استحقوا، باء، استحقوا أو باءوا. باءوا. باءوا لكن الباء هي الايه اللي شوف، هي دي يعني، حتى انت ما ترجمها تحس ان فعلا هو فعلا المفروض ما تترجمش الا كده اصلا. طيب الشرح بقى، say او messenger، قل يا رسول او يا محمد. ممكن نشيل messenger ونقول say او محمد، قل يا محمد. He is Allah، هو الله. Who is alone in being أريتي، الوحيد أو الواحد أو الأحد. الألوهية. alone معناه أحد، ماشي، الأحد في كونه إله، أو الأحد إله. في ألوهيته. There is no deity except him، ولا يوجد أو ولا إله إيه إله غير. غيره. He is the master، هو السيد. بص هو في كلمة الصمد هنا شرحها بكل معنيها، فقال إيه، he is the master، هو السيد. To whom belongs all sovereignty، الذي تنتمي أو تعود إليه كل السيادة أو الهيمنة. And perfect beautiful qualities، والصفات الجميلة الكاملة. تمام. والثاني the one to whom، الواحد الذي له all creation turn. كلمة to هنا حاسسها غلط يعني، يعني احنا قلناها قبل كلمة to whom، يبقى الذي نقولها ازاي بقى؟ هو الذي الأحد يعود الذي إليه يلجأ يعود إليه جميع كل المخلوقات. هي الذي ايه بقى الفعل؟ يلجأ يعود يلجأ إليه أو يلجأ إليه يلجأ، أو المخلوقات. ممكن أفضل حاجة نقول تصمد، يلجأ. الذي تصمد إليه الخلق. نعم، نعم. إن هي ترن هنا هي معناها تلجأ أو تتجه إليه أو نعم، بس هي في المعنى اللي احنا عارفينه بالعربي اللي هي تصمد إليه الإيه الخلق. طيب يبقى شرحها إن الصمد معناه السيد، وشرح الصمد إن هو له كل الهيمنة والسيادة، وشرح الصمد اللي له كل الصفات الحسنة والكاملة، وشرح الصمد اللي هو الذي تصمد إليه الإيه الخلق. تمام ماشي. بعد كده عندنا لم يلد، اللي هو إيه، the one who did not give birth to anyone، الذي give birth لم معناه يلد. ايه، يلد، لم يلد، لم يلد اي احد. nor did anyone give birth to him، ولم يلده احد. تمام، الذي لم يلد. ممكن نقول ايه، the one who is not born and who has no offspring، مثلا الذي ليس له ذريه. تمام. so isn't، وبذلك he has no offspring، وليس له ايه offspring، يعني معلش نسيت اقولها في الكلمات، يعني ذرية. may he be على بعضها. نعم offspring كده، ما يكون الكلمة هنفصلها بنحط شرطة بس في آخر في آخر السطر. may he be glorified، يعني سبحانه وتعالى أو تعالى عن ذلك. nor any parent، ولا أي إيه، أي والد، وليس له والد. تمام، ولم يرد ولا إيه ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يبقى nor does he، قلنا بعد nor الجملة بتتعكس، nor does he have، وليس له any equal، أي مكافئ، from his creation، من إيه، من من خلقه. خلقه، من خلقه، دي اللي ترجمة كلمة إيه أحد، هو أي حد، أي أحد من خلقه. تمام، في حاجة مش واضحة في الصورة؟ طيب هو مش حاطين فوائد قوي لسورة الفلق وسورة الإخلاص، وأفضل أعلم دي الغرفة تفصل. فأتمنى المرة الجاية إن شاء الله في محاضرة التفسير تكونوا حضرتوا أنتوا فوائد لإيه، سورة الإخلاص وسورة الإيه، سورة الفلق. تمام، ممكن حضرتك تنزل المحاضرات عشان تأكيد انا والله، الواحد والله في محاضرات كتيرة في التفسير، وفي محاضرات تانية في كورسات اصلا معايا لسه ما نزلتهاش، كان بعض المشغولية كده، ان شاء الله ارفعهم يعني ان شاء الله. جزاك الله خير، شكرا. طيب هو محاضرة التفسير بتبقى كل بيبقى 4 شهور؟ تأكيد الغرفة لو فصلت مش انا اللي فصلتها، ماشي. بتبقى يوم ماشي، الاربعاء التفسير والباقي سيرة وفقه. ماشي، جزاك الله خير، السلام عليكم. عليكم السلام.